واحد خريج كلية علوم وواحد خريج كلية علاج طبيعي. الاثنين بيقدموا مجموعة من الفيديوهات اللي نالت استحسان وإعجاب ناس كتيرة جدا. الفكرة بتتلخص في ان هما بيجيبوا أغنية جديدة جدا ويغنوها بطريقة 1930-1940، طريقة كوميدية لطيفة جدا بيقدموا بيها محتوى. إنما الحقيقة انه لما عرفنا مصطفى ومحمد اكتر فهمنا ان هما عندهم خلفية وشغف وحلم اكبر بكتير من فيديوهاتهم اللطيفة جدا اللي بينزلوها على تيك توك. انت زلالة دايما الناس الحلوة زايما يا سيدي يا جمال ومال وضغط كتير علي هتقرب مني حبة لا لسه شوية حبة طب وحياة المحبة مدام جيت جنبي خلاص قالي سيطرة أمشيك مسطرة أخليك لو شفتي في شارع بنت تبص لورا أيوة أنا مسيطرة يا حتة سكرة طول ما أنت معايا تمشي على هواي أنا متكبرة في حاجات حذرتك منها وعليك إزاي جت لما في حاجات حذرتك منها وعليك ازاي جت لما انا قلبي دي ما انتش قدها انا واحده الغيرة تما لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بصيت شو ما بدك خلينا احبك راح احبك حب يما عالحب قلبي برقوقك بسرة ملكك وانت حرة قصور يا عظيم مصطفى الزاهد ومحمد ربيع يا اهلا يا اهلا يا اهلا 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 ايه ده؟ ايه الاداء ده؟ مصطفى ومحمد جايين لنا من سنة كام؟ جايين لنا من سنة 1930 ولا قبل ولا بعد؟ ما قبل ما قبل التاريخ. انت خريج كلية علاج طبيعي؟ مظبوط. سنة؟ 2016. انت خريج كلية علوم سنة؟ علوم بترول القاهرة 2020. علوم قسم كيمياء؟ بترول. بترول. فكرة ان انتوا تجيبوا اغاني جديدة وبعضها مهرجانات يعني وتعملوها بالنظام الرايق القديم الطرابيشي ده جات منين الفكرة؟ والله يعني الفكرة جات من مشوار طويل يعني قطعناه أنا ومصطفى سوا يعني إحنا بيجمعنا نفس التجارب من نفس الجامعة وقعدنا يعني فترة مع بعض عشنا سوا في بيت واحد إحنا مغتربين بقى عشنا سنين مع بعض مغتربين ليه أنت من بنها وأنت؟ ما إحنا كنا بني سويف كمان مغتربين بقى و بالظبط كده فقعدنا مع بعض يعني احنا بنتكلم مثلا في بيت واحد مثلا اكتر من 6 سنين مثلا مظبوط وقاعدين تدندنوا بقى براحتكم طبعا احنا ذاكرنا مزيكا مع بعض طول الفتره دي ويعني مرينا بكل ايوه بس كلياتكم مش سهله مظبوط ما احنا يعني الكابت بقى يعني بنخرج من الكابت ده باننا بقى نروح للحته الحلوه المزيكا انها تفرغ الجانب ده احنا في العادي بنعمل ده مع بعض واحنا قاعدين اصلا بقى في العادي يعني ده هزاركم العادي ده هزارنا العادي في السكن المغتربين مظبوط يعني هزارنا العادي مع بعض اللي هو ازيك يا ربيع عامل ايه يا مصطفى بنقولها بالشكل ده لا وريني كده لا قول لي طيب يعني اي كلام عادي انتوا هتلحنوه او هتعملوه على مزيكا بالظبط مظبوط يعني الموضوع كله ماشي كده يعني علشان هزرنا كله مع بعض بالطريقه دي فمثلا وليكن ذاك يا ربيع
أهلا يا زاهد، أهلا يا زاهد.